الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ثم أما بعد، بينه وبين حد في الشارع مشاجرة وحلف عليه والله لا أعمل فيك، والله لا موتك، والله لا ودي وأعمل فيك. طبعا وبعد كده يعني بيبقى صاعد غضب، يعني وفي الغالب لا يموته ولا يعمل فيه ولا بتاع ولا القصة دي. ثم بعد ذلك يعني بعد ما هدي يعني خلاص، هل ماذا عليه بقى في الحلفان ده؟ والله أعلم الجواب ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. أيوة ليس عليه شيء، والله أعلم. يعني ليه؟ لأنه أصلا لم ينعقد القلب على فعل هذا الأمر. هي في ساعة غضب قال والله لا أعمل، والله لا نكل بيك، والله لا. وفي الآخر هو في الغالب لا يعمل، هو عارف لم ينعقد القلب مع اللسان. زي أنت مثلا كنت تقول لواحد والله لا تيجي تشرب شاي، يا عم والله تعالى، والله والله لا ما تدفع الأجر، أنا أدفع الأجر. ما طب خلاص، هو ما جاش شرب شاي وما جاش دفع الأجر، على شيء؟ لا ليس على شيء. لا ده بيبقى ايه؟ بيبقى موقف، يعني بيبقى حاله وقتيه بس في وقتك. انا والله لا ادفع الاجره، والله لا تشرب شيء، والله لا موت. لكن هل انعقد القلب مع اللسان؟ الجواب لم ينعقد القلب مع اللسان، فبالتالي ليس عليه شيء. والاصل قوله تعالى ولا تجعل الله عرضه لايمانكم، مش كل شويه والله لا اعمل، والله لا اروح، والله لا ودي، والله لا اجيب. لكن حتى وان تلفظ اللسان، طالما أن القلب لا ينعقد فليس عليه شيء، والله أعلى وأعلم.